الاخوان والبلطجيه الاخوان والبلطجيه قتلوا شباب بيقولوا سلميه قتلوا شباب بيقولوا سلميه واحنا نازلين للحريه واحنا نازلين للحريه يسقط يسقط حكم المرشد يسقط يسقط حكم المرشد يسقط يسقط حكم المرشد يسقط يسقط حكم المرشد مصر يا ام مصر يا ام شبابك يا ام شبابك يا ام بناتك يا ام بناتك يا ام يسقط حكم المرشد يسقط يسقط حكم المرشد يسقط يسقط حكم المرشد مصر يا أم الدنيا يا أمي مصر يا أم الدنيا يا أمي مش عايزيني أشكيلك همي مش عايزيني أشكيلك همي مصر يا أم المصريين مصر يا أم المصريين رجعنا تاني ومش خايفين رجعنا تاني ومش خايفين قولها يا مصري قولها بجد قولها يا مصري قولها بجد بكرة يبيعوا النيل والسد بكرة يبيعوا النيل والسد يسقط يسقط طول ما الدم المصري رخيص طول ما الدم المصري رخيص يسقط يسقط اي رئيس يسقط يسقط اي رئيس رجعنا تاني ومش خايفين رجعنا تاني ومش خايفين قولها يا مصري قولها بجد قولها يا مصري قولها بجد بكره يبيعوا النيل والسد بكره يبيعوا النيل والسد يسقط يسقط طول ما الدم المصري رخيص طول ما الدم المصري رخيص يسقط يسقط اي رئيس يسقط يسقط اي رئيس مرسي يا خيخة شبه رئيس مرسي يا خيخة شبه رئيس عايز تحكم بالتدليس عايز تحكم بالتدليس يا لا ولا لا الاخوان والسلفيين الاخوان والسلفيين باعوا الثورة باسم الدين باعوا الثورة باسم الدين اكتب على جدران البيت Let's go.
كده يا كده قول الاحتجاج والضغط على السياسات الامريكيه المؤيده للوضع الحالي في مصر ووضع مضاد للثوره. اود ان اقول ان هذه الجنود تثمر حاليا كما يستطيعون ان يقدموا دعما ماديا ومعنويا لاخوانهم.